بات واضحا للجميع أن الرئيس بايدن حدد أهدافه، يتحدث كثيرا عن الصين، عن الخطر الصيني، يريد أن يواجه الصين سياسيا، طبعا أتحدث يعني لا عسكريا ولا شيء، سياسيا فقط. طيب، لكنه يريد أن يأخذ الأطلسي معه أيضا، لا يريد أن يذهب إلى الصين وحيدا. ماذا سيكون موقف الناتو برأيك؟ مساء الخير. أهلا بك. نعتقد أنه هنا مربط الفرس في الموضوع، وهو اختلاف تناقض في الرؤيتين الأمريكية والأوروبية للعلاقة مع الصين. البيان الختامي لقمة الناتو الأخيرة، لاحظنا أنه هذا البيان لم يتطرق أو لم يصف الصين ولا حتى في كلمة واحدة بأنها عدو، واكتفى بوصف الصين بأنها تحدي، تشكل تحديا للمنظومة الغربية، في حين تحدث عن نظام شمولي آخر وهو روسيا، ووصف روسيا، اعتبر روسيا بأنها تشكل خطر على المنظومة الغربية وتحديدا على الاتحاد الأوروبي. هذا بالنسبة لي يشير إلى وجود تناقض بين حلفاء الأطلسي، تحديدا بين ضفتي الأطلسي، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لأن الأوروبيين لا يعتبرون أن الصين تشكل خطرا عليهم، هم يعتبرونها تحديا. الآن ذكرتني من خلال سؤال حضرتك بالتقرير الأخير الذي قدمه مؤتمر ميونخ للأمن، رؤيته للموضوع الأمني 2021، وهو قال إنه الاتحاد الأوروبي، هذا التقرير يقول أن الاتحاد الأوروبي يرى أنه في بعض المجالات يجب التعاون وأن تكون هناك شراكة مع الصين، وفي مجالات أخرى يجب التنافس مع الصين، ولا يعتبر الصين عدوا. الأمريكيون يختلفون في هذه الرؤية، وجو بايدن جاء إلى أوروبا مؤخرا وأراد من خلال هذه الزيارة، سواء في بريطانيا أو في بروكسل من خلال اجتماع مع الاتحاد الأوروبي أو مع الحلف الأطلسي، وأراد أن يشكل جبهة ضد الصين، وأنا أعتقد أنه فشل في هذا المسعى. ومن هنا أنا قلت أن الاختلاف، أن مربط الفرس في هذا الموضوع هو الاختلاف في الرؤيتين الأمريكية والأوروبية تجاه أنظمة شمولية، الصين وروسيا، ولكن أيضا تركيا في مقدمتها. لكن سيد ناصر، أنت إذن حسب وجهة نظرك تؤكد لنا أن الناتو لن يذهب، لن يفتح هذه الصفحة من المواجهة السياسية مع الصين أو روسيا؟ يعني هنا، يعني أنا أعتقد أنه حل شمال الأطلسي في طور إعادة البناء، يعني يقام بعض الجهات تتهم الحلف بأنه يقف أمام مستقبل غامض، بأنه قيد الانهيار، ونعتقد أن هذا القوة العسكرية الضخمة في مرحلة إعادة التشكيل، لأن الظروف الجيوسياسية تختلف، لأن هذه الظروف لا يؤتمن لها جانب، ولكن أيضا لأن الخلافات بين الأمريكيين والأوروبيين في الموضوع العسكري باتت كبيرة، ولأن الخلافات بين الأوروبيين أنفسهم بخصوص المسألة العسكرية والأمنية بخصوص الحلف الشمال الأطلسي أيضا كبيرة، وفي رأيي وصلت إلى ضرورة التوصل إلى حل.